يكفي لأن نصرح لأن نكون مصرين وعازمين أيما عزم للمضي قدما حتى تحقيق أهدافنا ألا وهي الأهداف التي أقرها شعبنا. ونحن نقول مرة أخرى أن الشعب هو أساس السيادة ومصدر الشرعية، وليست هناك أرفع وأقوى وأبى من شرعية هذا الشعب، من شرعية هذا الشعب الواعي اللي يملك الشرعية التي يمنعها والتي يخوضها. بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضوية، بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضوية. نقول أيها الشهداء، أيها الشهداء، أيها الشهداء، إن على العهد باكون، إن على العهد ماضون. أيها الشهداء، نعرف من الثكالة والأرامل. أيها الشهداء، إنكم تنيرون الطريق. أيها الشهداء، لن نتنازع يوما عما كتبتموه. أيها الشهداء، كان يتمكم مدرة لله وسيظل كذلك. أيها الشهداء، نتكاتب من أجل تونس الموحدة، تونس كي تكون ساحة للحرية، واحة للعدل، ساحة للتقدم من أجل الكرامة. يوم آخر، يوم آخر يلاف عندما خرج مرشدهم وقال نريد أن نذهب إلى الاستفتاء. كانت الإجابة يوم 6 أوت، وكان الرد عميقا يوم 16 أوت، ويمتد الآن يوم 24 أوت ليكون له التحدي مرفوع. هذا استفتاء شعبيا تلقائيا ليكون لكم، لا لحق من ترك عموما ولا لحق من الاخوان خصوصا. ايها الشعب العظيم، ايها الشعب العظيم، بين يوم 25 جويلية وهذا اليوم مسافة شهر، مسافة 30 يوم، 30 يوما من الاصرار، 30 يوم من السموت، 30 يوما من العناد، يتوحد فيه شعبنا من كل الاحياء، هذه الاحياء المجاوره، من بلاسين، من حي هلال، من حي التضامن، من المرسى، من سيدي بوسعيد، من حمام يلم، من بلعروس، من سيدي بوزيد، من جابس، من كبسه، من جتوبه، من كيف، من سفاكس، من ماتيه، من أمر كل ارجاء اصوات العزيز. باش نقول مره اخرى، تونس الان موحدة، تونس لا تقبل أن يفرق أحد، تونس ستظل موحدة كما كانت موحدة يوم 14 جانفي 2011، يوم كنت غائبين على الثورة، يوم كنتم تحت الثورة، ما عندكم حتى علاقة بما قدمه شعبنا من تضحيات، يوم كنتم تبعثون الرسائل لابن علي بالسلوح ولا الطاعة. ولذلك أقول لكم مرة أخرى، وبعد 30 يوم عندما سمعنا أول تدخل لرئيس الحكومة ماذا قال؟ قال الحكومة ستواصل عملها. بعد 30 يوم قالوا لنا خليونا بربي حتى 23 أكتوبر، بربي خليونا 23 أكتوبر. نقول لهم هيهات هيهات، لن يكون ذلك.
à l'ami Obasir Kompini من أجل أن يكون إصرارنا أكثر لم يبقى عن سعد الرحيل إلا الخليل سليم لم يبقى عن سعد الرحيل إلا الخليل سليم ونقول لكم وبكل وضوح عندما يرحلون لن يكون انتصارا لا لجبهة النكار ولا لأي طرف كان سيكون انتصارا لتونس سيكون انتصارا لهذه الرايه العاليه سيكون انتصارا لهذا الوطن العزيز ولذلك لسنا في منطقه الرادح والغدر لسنا في منطقه الغيظ نحن في منطقه الاستفاف نحن في منطقه الانحياز ولا انحياز الا للوطن والشعب لا انحياز الا للوطن والشعب لا انحياز الا للاراده الشعبيه لا استفاده الا لارادتكم التي اعلنتموها منتصارا حين قلتم واجب على التاسيس واجب على الحكومه لا اطيل عليكم اكثر من هذا اقول لكم بملء اصراركم وبملء عنادكم وبملء تقدمكم على هذا الطريق المفتوح نتقدم نحن من اجل ان نرفع رايه تونس عاليه من اجل اسقاط هذه الحكومه من اجل ان نمضي في اسبوع الرحيل الذي سيكون اسبوعا حازما في كل الجهات سيكون يوما نذهب يوما الى القصبة لنحاصرها لنقول لهم ارحلوا عنا اضربوا عنا لانكم ليس لكم من مرر ليس لكم من موقع قل لي ليكون مهما كان عملهم ومهما كان تهديدهم ومهما كانت اختياراتهم نحن سنمضي في إيماننا السلمي المدني هذه صدورنا عالية من أجل هذا الوطن نحن مستعدون أن نكون شهيدا تلو الشهيد من أجل أن ترفع راية هذه البلاد عاليا نحن مستعدون أن نكون قربانا لهذا الوطن العزيز نقول لهم سنمضي غير مترددين سنمضي صامدين سنمضي قدما حتى تحقيق أهدافنا ولذلك مرة أخرى أقول لكم أيها الشعب العظيم أيها الحاضرون الواحد منكم كألف من أجل تونس من أجل أن تسترد تونس لأبنائها عليكم بالمثابرة عليكم بالصمود من أجل هذا الوطن العزيز من أجل أن ترجع هذه البلاد ساحة وواحة للحرية والكرامة فإلى الأمام والنصر حليفنا لا محالة شكرا لكم